مساء الخير مشاهدي قناة On Time Sports في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب الأبطال بنتابع من خلاله كل أخبار ملاعبنا ومشاركات نجومنا وأبطالنا في كل الرياضات. ودايما شعرنا هنا في ملاعب الأبطال إن زي ما أبطالنا كتير زي ما ملاعبنا كتير أبطالنا أكتر بكتير. في الحقيقة النهاردة حلقتنا حلقة خاصة جدا، لأن النهاردة ضيوفنا ضيوف محققين إنجازات كتيرة جدا ويستاهلوا مننا كل الإشادة والتقدير. ضيوفنا النهاردة هم السيد سامي المدير الفني لمنتخب السلاح، وهيكون معايا أكتر من لاعب النهاردة كلهم محققين إنجازات: محمد السيد ومحمود السيد وعمر خالد ومحمد محمود ياسين. دول أبطال السلاح الوطني أو أبطال مصر أو أبطال منتخب الوطني للسلاح، اللي حققوا إنجازات كبيرة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة العالم اللي كانت مؤخرا في أوزبكستان. نتكلم في حاجات كتير جدا النهاردة في حلقتنا، حلقة خاصة بنحتفل بيهم أبطال العالم في السلاح. قبل ما نتكلم في اي تفاصيل النهارده في حلقتنا، عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، هو مشوار نجومنا اللي في الخارج. عندنا لعيبه كتير جدا في كل الالعاب الرياضيه متواجدين في الخارج بيحققوا انجازات كبيره، سواء مع الانديه اللي بيشاركوا فيها او مع المنتخبات. الحقيقه انا سعيده جدا بخطوه لاعبينا ان هم يخرجوا لبره، ان هم يخرجوا بره مصر ويخوضوا تجارب الاحتراف والاستفاده من الخبرات الخارجيه دي. اكيد ده شيء مهم جدا. يمكن احنا عندنا الضوء على محترفين كره القدم اكتر طبعا، لان هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم، وبيجي معاهم بعد كده دايما بنتكلم على محترفين كره اليد، ولكن مش متابعين بشكل كبير ان في محترفين في كل الألعاب تقريبا، يعني في الكرة الطايرة وسيدات تحديدا. عندنا ندى معوض وأختها نورة معوض، الاثنين في الدوري الأمريكي للجامعات، وهو بالمناسبة دوري قوي جدا ومن أقوى دوريات الموجودة بالنسبة لدول العالم. في عندنا كمان في السباحة فريدة عثمان، مروان القماش وأحمد أكرم والعمراوي، وكمان عندنا في السلة محترفين. وفي الحقيقة ده كل ده في الآخر دايما بقول كل ما يبقى عندنا عفوا كل ما يبقى عندنا محترفين كتير ده بيصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية. المطلوب مننا ان احنا لازم نشجع لعبتنا ونشجعهم على الخطوة دي، نزرع فيهم ثقافة الاحتراف، والاتحادات الرياضية تشجع اللعيبة على ده زي ما بنشوف في دول أفريقية كتير بتعمل ده، بتشجع لعبتها على الاحتراف الخارجي ومن سن صغير جدا، ويكون الاحتراف من خلال الاتحاد عشان في النهاية يكون عندنا أبطال بيشاركوا في بطولات عالمية يقدروا ان هم يكتسبوا خبرات هيكون نتيجتها اكيد ايجابية بشكل كبير جدا على المنتخبات الوطنية. اللاعب او اللاعبة لما يتعود انه يواجه اللاعبين المصنفين على مستوى العالم في بطولات كتير اكيد هيكتسب الثقة، وبالتالي لما يروح اولمبيات او نهائيات كاس عالم الرهبة اللي عنده بتاعت اللعيبة اللي ممكن الصغار سن شوية تبقى مش موجودة. يعني بطولات الكبيرة رهبتها بتختفي تماما، لأن هو بيبقى خلاص اتعود على المواجهات دي، ومعظم اللعيبة اللي بيواجهها يا زملائه في الفريق بتاعه المحترف فيه أو واجههم قبل كده في الدوري اللي هو محترف فيه أو في البلد اللي هو محترف فيها. وده من أهم يعني دي من أهم النقاط اللي بنعاني منها، بيبقى عندنا لعيبة كويسين جدا وعلى أعلى مستوى، ولكن ممكن بتبقى عندهم رهبة البطولات الكبيرة اللي بتتكسر في الحقيقة بخوض تجربة الاحتراف. عندنا في الفروسية نجوم كانوا قريبين قوي وكنا متابعينهم في أولمبياد طوكيو إن هم يحققوا مركز متقدم، ولكن مشاركتهم بعد غياب طويل عن الأولمبياد كان ليها تأثير أكيد، ولكن بعد الأولمبياد في نتائج مميزة بتتحقق، ومنهم
محمد طاهر زيادة، لاعب منتخب مصر للفروسية واللي حقق ذهبية بطولة الأربعة نجوم الدولية اللي أقيمت مؤخرا في السعودية الأسبوع اللي فات عن ارتفاع 140 سنتي متر. طبعا كان وسط مشاركة عدد كبير من نجوم العالم. محمد طاهر زيادة عنده تحدي كبير يوم الجمعة اللي جاية، بيخوض منافسات بطولة الأربع نجوم المؤهلة لنهائيات كاس العالم وبطولة الخمس نجوم الدولية في السعودية. أكيد بندعمه وطبعا بنبارك له على الإنجاز ده. هو معانا على التليفون كابتن محمد طاهر زيادة. مساء الفل عليك وألف ألف مبروك. مساء الخير، شكرا جدا لحضرتك أستاذ أمير، شكرا جدا. ألف مبروك. طيب كلمني بقى، يعني كنت متوقع الذهبية في اللي حققتها الأسبوع اللي فات؟ الصراحة كنت متوقع، أنا بقالي كتير جدا بجهز للدوري العربي تقريبا من بعد الأولمبياد، فكنت الصراحة متوقعها جدا، كنت عامل كل احتياطاتي عشان أجي أحقق نتائج هنا في الدوري العربي. والحمد لله يعني كسبت ال 140 وطلعت ثالث في الجائزه الكبرى اللي هي مؤهله كاس العالم، وطلعت ثاني في الجائزه الكبرى الثانيه اللي هي كانت يوم السبت، وطلعت ثالث في الارتفاع برضو اللي بيديني نقط على الترتيب العالمي. فالحمد لله البطوله كانت قويه جدا، كان مشارك فيها ادوينا توبس الكسندر، دي واحده من اعرق السيدات اللي بيركبوا خيل في العالم، كان مشارك فيها فيليب فايت هاوس، ده برضو كان كسبان اكبر بطولات في العالم، كان الماني، كان برضو مشارك معانا. المشاركه ما كانتش سهله، بس الحمد لله ربنا وفقني. طيب كابتن عايزه اعرف منك ايه الفرق بين بطولات الاربع نجوم وبطولات الخمس نجوم البطوله الدوليه؟ ايه حضرتك بتكون بس الفرق بيكون فلوس. الفرق بيكون الجايزه فلوس. الجايزه الماليه بتاعه البطوله الخمس نجوم بتكون اكبر، والخمس نجوم عاده بتبقى انفيتيشنال سيستم، يعني مش ان حضرتك تقدري تقدمي عليها ويجيلك الانتريز بتاعتك حتى تخشيها، لا هي لازم البطوله هي اللي بتعزمك. طيب البطوله الدوليه المقامه في السعوديه شايف صعوبتها ازاي وايه الاستعدادات المفروض يعني عندك ومنافسات الاسبوع الحالي شايفها ازاي؟ انا الاسبوع اللي فات استخدمت 2 خيل من دواعي، استخدمت الحصان اللي كنت شايف بيه في الاولمبياد جالانتوس، هو اللي حقق المركز الثاني في الجائزه الكبرى يوم السبت اللي فات، واستخدمت فرصه صغيره ثانيه اللي هي كسبت المركز الثالث في الجائزه الكبرى يوم الجمعه. الاسبوع اللي جاي هستخدم حصان مختلف غير الحصان بتاع الاولمبياد، وده هيديني دفع اكبر شويه، لان الحصان لان الفرصه اللي هنط بيها الاسبوع اللي جاي ما نطتش، فهي هيبقى عندها فريش وطاقه اكبر شويه ان هي ممكن باذن الله نحقق نتيجه. دي حاجه. تاني حاجه ان الاسبوع اللي جاي الصعوبه شويه ان جاي رقم واحد واثنين على العالم، فيدر فريدريكسون السويدي ودانيال دويس الالماني، زائد ان ادوينا توبس الكسندر وفيليب فايت هاوس لسه موجودين، فالمنافسه هتبقى اشد شويه، بس احنا ان شاء الله باذن الله قدها يعني. طيب هل الحصانين دول هم اللي هتلعب بيهم تصفيات باريس؟ لا، تصفيات باريس ان شاء الله هتبقى مختلفه شويه، التصفيات هتبقى كمان تقريبا سنتين، فساعتها باذن الله انا عندي فرصه ثانيه صغيره، دي اوريدي اشتريتها من سنتين فاتوا، ودي انا بحاول اجهزها ان شاء الله ان هي تنط التاهيلات بتاعه باريس باذن الله، وان شاء الله في الاولمبياد كمان. طيب بالنسبة يعني بالنسبة للفرس اللي انت يعني بتستعين بيه، بيبقى ليه صعوبة بالنسبة للتجهيزات؟ يعني بياخد منك وقت قد ايه؟ انت بتقول ان انت بتجهزها لباريس ان شاء الله، هل بتاخد منك صعوبة؟ هل ممكن يجي الوقت وتبقى لسه الامور مش على مراية؟ يعني بتحتاج قد ايه وقت ان انت تجهزه؟
اه طبعا تحتاج وقت. اكن حضرتك تعلمي طفل من الالفا، من الالفابت لغايه لما يعرف يكتب كتاب. فهو نفس الحكايه بالظبط مع نفس الحكايه بالظبط مع الخيل. فهو لازم بياخد وقت طبعا، لان الشرح للخيل محتاج نفس طويل ومحتاج مصاريف كتير ومحتاج دكاترة ومحتاج كذا equation بتحصل في الدماغ، لأن حضرتك بتتعاملي مع كائن ما بيتكلمش، فلازم حضرتك تحسي بس من أذكى الكائنات من أذكى الكائنات دي حقيقة، طبعا. من أذكى الكائنات دي حقيقة. طيب انا عايزه اعرف منك، يعني انت عندك يوم الجمعه في منافسه برضو، كلمني عنها. الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله اللي جايين. الخميس هيبقى هو اليوم المؤهل للجائزة الكبرى اللي مؤهلة لكأس العالم، اللي هي بتبقى يوم الجمعة، وهو برضه بيبقى المؤهل للجائزة الكبرى الغير مؤهلة لكأس العالم، اللي هي بتبقى يوم السبت. ما بيقلوش أي المنافسة، ما بتقلش من يوم الجمعة للسبت. الصعوبة او الليفل يعني مش بيقل من يوم الجمعه للسبت. الحاجه الوحيده بس هي اللي بتقل الفلوس، البرايز ماني، هي بتقل من الجمعه للسبت. السبت بتبقى اقل شويه. طيب انا عايزه، يعني انت شايف نتائج الفروسيه المصريه في الطريق اللي انتوا بتخططوا ليه؟ طبعا طبعا حضرتك، احنا رحنا الاولمبياد بعد 60 سنه ما كانش عندنا فريق بيتأهل للأولمبياد في الثلاثية. احنا رحنا هناك، ومش بس رحنا، احنا حققنا نتائج هايلة. احنا عندنا، يعني انا مخلص توب 20 في الأولمبياد. دي تقريبا ما حصلتش من سنة 60 ان الانديفيديوال يروح الأولمبياد يخلص في التوب 20. ورايا يعني في التوب 30 اللي هم كانوا في التصفيات الانديفيديوال، حضرتك كان في ستة منهم ورايا، اللي هم خلصوا في ال 30، كان في ستة منهم رانك توب 6 اون ذا وورلد. ده مش بس كده، نائل نصار خلص ال 24، فحضرتك عندك اثنين مصريين خلصوا في التوب 30 في الانديفيديوال كواليفاير. لو كان العقبة بس اللي حصلت مع العضو في الفريق عبد القادر بس، ودي ممكن تحصل لأي حد في الانديفيديوال كواليفاير، كان كنا كمان حققنا نتيجة في الفرق. ولكن ربنا ما أرادش المرة اللي فاتت، بس بإذن الله هيريد إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل بإذن الله. كابتن محمد، يعني قبل ما اختم معاك طبعا ببارك لك مره تانية، بالنسبه للاتحاد الفروسيه يعني اخبار الدعم ايه؟ الاتحاد الفروسيه حضرتك بيدعمنا في كل حاجه ممكن يدعم بيها. باشمهندس هشام حاطه ما بتاخرش علينا في اي حاجه نهائي. تمام. باشمهندس هشام حاطه بيعملنا كلنا على اساس ان احنا ولاده، وهو كمان انا بحب اشكره جدا على الدعم الفروسيه بشكل خاص، وعلى دعم الرياضه بشكل عام كونه ان هو رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. وكمان معلش انا بطول على حضرتك، بس انا فعلا عايز اشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على كميه الحاجات اللي هي بتحصل دلوقتي للفروسيه، من المحاجر اللي بتتبني، ومن الـ من الـ المجمع الاولمبي اللي بيحصل في العاصمه الاداريه الجديده. نفسي اشوف مصر بتعمل اولمبيات 36 ان شاء الله، ان شاء الله، او 26 باذن الله. شكرا جدا. بحب ابارك كمان للناس بتوع السلاح اللي عملوه في المباراه بتاعت الشباب. تابع الحلقه بقى. بالظبط. ان شاء الله. بشكرك يا كابتن، والف الف مبروك، وان شاء الله يعني موفق في المنافسات المتبقيه باذن الله في مشاركتك في بطوله السعوديه. سؤال حلقتنا النهارده كان: وجه كلمه او رساله لنجوم مصر للسلاح بعد تالقهم في كاس العالم. خلينا نشوف متابعينا قالوا ايه. في محمد حماده: شرفتونا وكنتم ابطال وعلى قد المسؤوليه. احمد عادل: مساء الفل عليك يا احمد.
بيقولهم شكرا جزيلا على ما قدمتوه وكنتم قدر المسؤوليه، ونحن فخورون بكم ونتمنى التوفيق لكل ابطالنا في الفتره القادمه ان يرفعوا علم مصر في كل المحافل الدوليه. تحياتي ليك. شاكر محمد، شرفتونا، انتم كنتوا قد المسؤوليه، فخورين بيكم، ننتظر منكم المزيد لان امكانياتكم وقدرتكم تؤهلكم بالتوفيق فيما هو قادم ان شاء الله. في كمان هاني الناغيه، مبروك على الاداء القوي، ننتظر منكم الكثير في اولمبياد باريس، ودمتم لنا فخر الرياضه المصريه. اخر تويته معانا النهارده محمد محمدي، الف مليون مبروك، ربنا يوفقكم على طول رافعين راس مصر ان شاء الله. الحقيقه اكيد يعني كل التويتات اللي انا قلتها جميله، ودعم لنجوم منتخبنا في السلاح اللي مشرفنا في المحافل الدولية. نروح لفاصل، بعد الفاصل نجوم منتخب السلاح هيكونوا معايا، ابقوا معانا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، زي ما قلت لكم في بداية حلقتنا النهاردة حلقة خاصة للاحتفال طبعا بأبطالنا، أبطال العالم في السلاح، أبطالنا مشرفينا في المحافل الدولية، كانوا قريبين قوي في طوكيو وإن شاء الله قادرين في باريس إن هم يعملوها. تفاصيل كتير جدا النهاردة عن بطولة العالم اللي كانت مؤخرا في أوزبكستان، ونعرف منهم تفاصيل كتيرة مع ضيوفي الكرام اللي منوريني النهاردة، طبعا على رأس المنظومة أستاذ الدكتور سيد سامي، استاذ دكتور كليه التربيه الرياضيه بجامعه طنطا، المدير الفني لسلاح المبارزه للفريق القومي. مرحب بحضرتك، اهلا بحضرتك، نورني. يلا خليك، ميرسي. كمان منورني النهارده ابطالنا كابتن عمرو خالد، نورني عمرو، وكمان كابتن محمد محمود ياسين، نورني يا كابتن محمد. نقول مودي ولا نقول محمد ياسين؟ محمد ياسين طيب، عشان هو الشهير بمودي طبعا، كابتن محمد او مودي، الشهير بمودي هو المصنف الثاني عالميا. ولكن خليني يا كابتن في البدايه عايزه اتكلم مع حضرتك عن بطوله اوزبكستان، بطوله اللي اقيمت مؤخرا، بطوله كانت قويه جدا، كلمني عن الاستعدادات كانت عامله ازاي للبطوله. هو طبعا في البدايه احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا عايزين الهدف للاتحاد المصري للسلاح ان احنا عايزين نوصل لما يسمى البرياده. ده الحلم بتاعنا، ان احنا عايزين عندنا عناصر مبشره، عناصر عملت انجاز 2020 في بطولة العالم اللي اقيمت في القاهرة. الحمد لله حصلنا على الميدالية الفضة والبرونز، المركز الثاني والثالث على مستوى العالم بالنسبة للفردي، حصلنا على البرونزية للفرق. الإنجاز بيكبر الطموح، الإنجاز بيولد الحلم، وبالتالي المستهدف بالنسبة لنا والمتوقع بالنسبة لنا لأبطالنا كان متوقع كبير ومستهدف كبير. وعلى هذا الاساس بدانا نشتغل بناء على المستهدف بتاعنا وعلى الحلم بتاعنا. برامج تدريب طبعا على اعلى مستوى. طبعا الشيء الجدير بالذكر ان احنا نذكر ان الاتحاد المصري للسلاح في دورته السابقه راعى الشباب دول في وهم لسه تحت 15 سنه، عمل لهم دعم كامل، تنبأ بنبوغهم وتنبأ بتفوقهم الرياضي، ودي تعتبر يعني بقول دي من حكمه الاداره الرياضيه ان انا اقدر اتنبأ بالعناصر المبشره. وفعلا الشغل اللي اتعمل في الدوره اللي فاتت طبعا برئاسه السيد المحاسب عبد المنعم الحسيني اثمرت طبعا على السنه اللي فاتت. الحمد لله جبنا بطوله العالم، والسنه دي بقى في بطولتنا اللي الحمد لله كانت انجازها يعني على مستوى راقي الحمد لله، بطولة أوزبكستان عملنا فيها طبعا إنجاز إن احنا حصلنا على ميداليتين في الفردي، ذهب الفردي وذهب الفرق. طبعا هي خطة طويلة المدى بادئة من الدورة اللي فاتت. البطولة دي كانت تعتبر أول بطولة في الموسم التنافسي الدولي. طبعا لما بنبدأ بإنجاز كبير مع بداية الموسم طبعا أكيد هتكون دي قوة دفع كبيرة جدا إن احنا نوصل لمرحلة أعلى الفترة الجاية. من نتائج البطولة دي إن الحمد لله محمد السيد تصدر التصنيف العالمي، وهو دلوقتي حاليا رقم واحد على العالم في 20 سنة، وبطلنا طبعا الغالي محمد ياسين هو الثاني على العالم حاليا في التصنيف، ودي أول مرة في التاريخ
ان يكون في اثنين متصدرين التصنيف من دوله واحده، الاول والثاني على العالم. بالنسبه للفرق الحمد لله من النتائج الجميله برضو ان احنا حاليا اتحسن التصنيف من الرابع، بقينا التصنيف الثالث دلوقتي حاليا، وان شاء الله يعني الطموحات بتاعتنا والحلم برضو بيتجدد ان احنا ننهي الموسم دوت ان شاء الله واحنا محسنين التصنيف وبنتحدى الاول على التصنيف العالمي في الفرق ان شاء الله. ان شاء الله اكيد لسه هتكلم مع حضرتك في تفاصيل اكتر، ولكن خلينا نتكلم مع ابطالنا اللي مشرفينا النهارده ومنورنا. مودي خليني ابتدي معاك وتقول لي عن البطوله اللي لعبتها مؤخرا، ايه اصعب مباراه انت لعبتها وسيناريو البطوله كان ماشي ازاي؟ كان ماشي على هواك ولا كان في النص دروب، كان في حاجات صعبه عليك ولكن بالتحدي قدرت ان انت تكمل للاخر؟ احنا استعدنا للبطوله دي من اول ما الموسم بدا يعني، وفضلنا نتمرن، وقبل البطوله باسبوع دخلنا في معسكر مغلق وبعد كده سافرنا على البطوله، وقبل ما نسافر كنا مستعدين كويس جدا، وان عارفين دي اول بطوله في الموسم لينا تحت 20 سنه، فكنا رايحين عايزين نجيب الذهب بتاعت الفردي وده بتاعت الفرق، وكنا واثقين ان احنا نجيب ميداليتين دول عشان دول كانوا ادونا دفعه ان احنا نكمل الموسم ده ان شاء الله بانجازات اكبر من كده بكتير ان شاء الله. في البطوله احنا لعبنا بطوله كاس العالم دايما بتبقى صعبه جدا، والفرق بالذات اللي مشاركه فيها كانت صعبه. بدانا في دور نص الربع النهائي لعبنا اوزبكستان، والفريق ما كانش قوي فنيا بس الجماهير والنادي على ارضهم وسط جمهور فبيلعبوا بقوه وبيلعبوا بحماس، بس الحمد لله اتغلبنا عليهم ودخلنا في نص النهائي لعبنا مع المنتخب السويسري، برده كان منتخب قوي وشرس بس الحمد لله انتصرنا عليهم برده، ودخلنا بقى على ماتش النهائي بتاع منتخب روسيا. منتخب روسيا من اقوى الفرق الموجوده في سلاح السيف المبارزه الاي بي بتاعنا، هما مصنفين دلوقتي الثاني على العالم. فكان الماتش ده بالنسبه لنا قوي جدا لان هو اللي هيدين يعني اللي هنوصل بيه للميداليه الذهبيه ويعني ننتصر عليهم يعني. فالحمد لله كسبناهم نتيجه 45-40 وكان ماتش قوي جدا. طيب عمرو احكي لي حكايه الميداليه بقى دي النهارده، اكيد ميداليه غاليه عليك. هي طبعا طبعا ميداليه غاليه جدا يعني، احنا كنا بنحلم بيها من زمان من كتير قوي، ومش متوقعين ان احنا يعني احنا كنا متوقعين ان احنا نوصل الميداليه دي، بس كنا بنحلم بيها ان هو لا هي بعيده بس هنوصل، بعيده بس احنا هنحارب عشان بس نوصل. الحلم محتاج تعب، محتاج تعب، تعبتوا عليها كتير 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 قوي يعني، بقى لنا فتره كبيره حتى من السنه اللي فاتت احنا جبنا تالت، كانت البطوله في مصر جبنا تالت وخسرنا من روسيا، فكنا عارفين ان احنا السنه دي لازم عشان نعرف نجيب اول لازم لما هتيجي روسيا في طريقنا هنكسبها. تمام. كنا لازم الماتش ده لازم كده كده هنعديه عشان نعرف نوصل الميداليه الذهب. فطبعا كنا يعني الماتش كان صعب بس كان لازم نكسبه، كنا عارفين ان احنا الماتش ده لازم نكسبه عشان نعرف نوصل الميداليه. درستوا الفريق كويس؟ درسناه وعرفنا مين هيبدا ومين هيفنش مين هيعمل ايه عشان نعرف نرتب الماتش عشان نعرف ان شاء الله الحمد لله يعني نكسب الماتش ده. كان من اصعب الماتشات، هو المفروض اصعب ماتش في البطوله دي كان هو ماتش روسيا. فكان لازم ندرسه كويس ولازم نبقى جاهزين له احسن يعني جاهزيه. طيب كابتن سيد انا عايز اعرف من حضرتك استعديت ازاي لماتش روسيا؟ بتكلم فنيا، انا عايز اعرف كل التفاصيل. هو طبعا بالنسبه عموما لاي رياضه يعني دلوقتي بقى في محلل الاداء او تحليل الاداء، ده يعتبر من الفاكتور او العوامل المؤثره جدا لبناء تصور ان انا قبل ما ابدا المباراه بتاعتي انا عندي تحليل نقاط القوه والضعف للفريق اللي قصادي، العناصر المميزه فيه. احنا طبعا روسيا كان فيه قبل انتوا معاكم في المنتخب محلل اداء؟ انا كمدير فني انا اللي بقوم بالمهمه دي، وبيبقى عندنا اناليسيس بالنسبه للمباريات. اصل التخصصات دي عندنا في مصر بدانا نهتم بيها، بس في الالعاب الاخرى ده اللي خلاني اسال حضرتك. حضرتك برضو السؤال ده تخصصات مهمه السؤال جدا. السؤال ده جميل قوي لان ده من التخصصات اللي هي دلوقتي مستحدثه في طبعًا. المجال الرياضي وسوق العمل دلوقتي حاليا محتاج الموضوع ده بقوه جدا، خاصه لما بنروح لمرحله الرياده. أكيد. عشان انا الرياده ان انا اقدر اعمل انجاز متتالي وبالتالي بثبت الـ 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 الرياده بتاعتي من خلال تتابع الانجازات مش مره بشكل عشوائي يعني لاسباب ما، وبالتالي لازم يكون محلل الاداء دوت اللي هو بيدينا عمليه فيدباك باستمرار وبيغذيني بالمعلومات تفاصيل التفاصيل عشان اقدر اعرف نقاط القوه والضعف للمنافس. من نقاط القوه بالنسبه لروسيا احنا كان في قبلها باسبوعين تقريبا كان لوكسمبورج، كانت بطولة لوكسمبورج كان اللي جايب الذهب كان احد اللاعبين في فريق روسيا،
ولاعب اخر كان بطوله سينيور بطوله رجال كبار كانت في بيرن في سويسرا، كان وصل لدور 32 احسن 32 لاعب على العالم في الكبار، عناصر قويه جدا، عناصر مؤثره طبعا. لكن لما بنوصل لمستويات عاليه بنحلل الاداء الجزء الخططي، ان احنا بنحاول ندير الماتش عن من خلال الخطه والتكتيك والاستراتيجي، لان هي رياضه السلاح من المقام الاول سيف المبارزه مبنيه على على الفهم من خلال التحليل، وبعد كده اقدر اتخذ قرار مناسب حسب امكانياتي وحسب ظروف المنافسه. وبالتالي كانت البطوله، كان الماتش ده بتاع روسيا بالذات زي ما عمرو قال دلوقتي، ان احنا السنه اللي فاتت في بطوله العالم احنا خسرنا من روسيا 45-44 فرق لمسه، وطبعا دي بتبقى صعب قوي ان انت بتكوني بتفقدي الميداليه الذهب. احنا كان ده دور الاربعه، ولو كنا كسبنا روسيا في دور الاربعه كان تقريبا ماتش النهائي بالنسبه لنا كان هيبقى اسهل لو عدينا روسيا. فالبطوله دي كان فيها نوع من انواع الاصرار حقيقي بالنسبه للتيم كله، احنا كواحده واحده بالنسبه للتيم والمدرب عندنا اصرار ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى ليدنج متصدرين ومتسيدين الماتش من البدايه، من الماتش ما نفقدش الماتش في البدايات ونبدا نجري عليه عشان نحاول نعوض. موضوع السمات الشخصيه للاعب بتفرق سنه عن سنه، ان اللاعب لما بيكون حقق انجاز الثقه بالنفس بتزيد، الاصرار بيزيد، بيصدق الحلم، بيصدق ان انا هكسب. كان في وقت من الاوقات طبعا فترات زمنيه بعيده شويه ان انا لما اجي الاعب روسيا، الاعب امريكا، الاعب الكتله الشرقيه، الكتله الغربيه، اوروبا الغربيه، انا هايب الموقف بتبقى إن أنا في رهبه بالظبط كده. والرهبه دي بتقلل مستواك الفني يعني 50% ممكن بالظبط كده. التوتر، التوتر الانفعالي وببقى اوت كنترول وما عنديش تحكم في انفعالاتي، ببقى الموضوع دوت بالنسبه لي بياخد من طاقتي وبياخد من خبراتي. لعبتنا دلوقتي الحمد لله الموضوع اتقلب، بقى في عكس دلوقتي. بقت اللعيبه الاوروبيه، لعيبه اوروبا لما بيقابلونا بيبقوا عندهم الاحساس دوت واحنا بنشوفه في عينيهم، لان لعبه المبارزه هي زي ما بقول لحضرتك في المقام الاول سمات شخصيه. اذا ما كانش اللاعب عنده ثبات انفعالي وعنده ثقه بالنفس وعنده اصرار وعنده تحدي وهو مصدق نفسه، لان في اوقات كتيره في المباراه ممكن الماتش يضيع مني لكن اقدر اجيبه تاني. تمام. ده ما اقدرش اعمل الكلام ده غير لما يكون اللعيب نفسه هو عنده القدره ومصدق ان هو داخل ان انا ما عنديش مجال غير ان انا اكسب، ودي سمات البطل. فطبعا ماتش روسيا كان فيه تحدي كبير وكسبناه، وكان الحمد لله ان احنا وصلناه، كان ما بيننا وبينهم كان على الميداليه الذهب، والحمد لله حققنا الانجاز بتاعنا، وكان في يعني الفرحه كانت بجد كبيره ان احنا نرفع علم مصر والنشيد الوطني في اوزبكستان وعلى ايد شبابنا الابطال الحمد لله. يعني الحقيقه يعني كانت لحظه مؤثره وكلنا فخورين بيكم، وانا على مستوى شخصي فخوره ان انتم موجودين معايا النهارده. مودي كابتن سيد بيقول عشان تحقق لازم تصدق الحلم. نعم طبعا. انت النهارده مصنف تاني على العالم، صدقت الحلم ازاي؟ بدات اصلا السلاح ده ازاي؟ انا بادئ السلاح وانا عندي 6 سنين. وكنت دايما بدور وانا صغير على رياضه اللي هو اعرف اوصل اجيب فيها انجاز، مش اللي هو العب رياضه وخلاص. لعبت اول حاجه سلاح؟ يعني انت لعبت قبل السلاح سباحه وباسكت، بس كنت بقى ركزت في السلاح بقى. ما لعبتش كوره خالص؟ لا لا ما لعبتش كوره. يعني كل الولاد يعني انت كده المختلف. تمام. 6 سنين وبدات العب وشاركت في البطولات المحليه، ولما لقيت نفسي الحمد لله بجيب انجازات بدات لا الموضوع يدخل دماغي بان انا انتقل من المستوى المحلي للعربي للافريقي للعالمي وان شاء الله للاولمبي. فده طبعا طموح وبيتجدد كل يوم عن اليوم اللي قبله، وطبعا عشان الطموح يتجدد ده لازم يبقى جوه دماغك ان هو يكون انت عايز توصلي لاعلى مرتبه في العالم، في سواء بقى في الناشئين او في الكبار. وطبعا احنا بنشتغل يعني الحمد لله بكل يوم بتمارين كتير جدا عشان نوصل للحلم ده. طيب عمرو، ايه اللي اختلف وقت سابق عن دلوقتي؟ يعني كابتن سيد بيقول ان دلوقتي بقى فيه سمات ان ابطال العالم يهيبوا منتخب مصر، ايه اللي اختلف بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي، وازاي دخلت بوابه المنتخب؟ يعني احكي لي دخلت بوابه المنتخب ازاي؟ ماشي. مبدئيا الاختلاف ده حصل لما بدانا نعمل الانجازات. احنا مبدئيا في الاول اللي كان بيخوفنا من الناس دي ان احنا شايفين
ان مثلا ده جاب اول في مش عارف ايه، جاب ذهب فين، جاب فضه فين، واحنا لسه ما وصلناش المكان ده. فكنا خايفين ان هو لا ده ممكن يبقى جامد انا ما اعرفش اكسبه، هو كده كده جاي هيحقق ميداليه فانا بعيد بالظبط. فاللي بدا يكسر لنا الحته دي ان احنا نبدا نعمل انجاز، نبدا ان مثلا يجي ماتش صعب وتقدر تكسبه فتصدق ان لا الماتش ده ممكن يجي، فتلعب ماتش تاني اصعب وتكسبه عشان انت مصدق ان الماتش ده ممكن تجيبه كده واحده ورا واحده. فبدانا بقى نلاقي لا ده الماتشات مش بعيده. يعني زمان كان كاس العالم او بطوله العالم انت رايح ابعد حاجه ممكن توصل لها مثلا يا دور الثمانيه ويا لا دلوقتي الناس احنا بقينا نتضايق لما نخرج بدري، لما مثلا دور ال 16 ولا دور الثمانيه ولا الاربعه وما جبتش ذهب الموضوع بيضايق، لان انت خلاص بقيت شايف ان انت لا انت ممكن توصل، انت الموضوع مش بعيد، هم اللي موجودين فوق دول مش احسن مني في حاجه. فماضي فلا انا ممكن اوصل مكانهم، اللي جاب ذهب ده مش احسن مني انا اقدر اوصل مكانه، الفرقه اللي جابت ذهب دي مش احسن مني، الفرقه بتاعت الكبار مش احسن مني. فبقيت انضميت شايف للمنتخب إن ازاي؟ انضميت للمنتخب من تقريبا 3 سنين. بدانا اول بطوله عندي كانت البطوله الافريقيه، كنت اتصنفت كويس فهلعب البطوله الافريقيه، لعبناها وكانت اول بطوله ليا بصراحه اسافر بره، جبنا الاربع ميداليات اول تاني ثالث رابع ان شاء الله في تحت 17 سنه، وجبنا اول في الفرق برضو ذهب، ودي كانت اول بطوله سافرها. بعديها كانت بطوله العالم كانت في بولندا، كانت لسه اول مره بقى اسافر، لسه اشوف بقى اللعيبه اللي بتلعب بره لسه بقى الهيبه موجوده وكده. راحت خلاص لا الحمد لله. في بس عايز بعد اذنك اعمل تعليق على عم برضو، ان هو بقى دلوقتي الانطباعات بتاعتنا اتغيرت، الانطباعات بتاعتنا اتغيرت، ان احنا كنا بعد ان احنا بنهيب ونوع فيه احساس انسحابي بقى فيه اقدام دلوقتي. طبعا لازم طبعا في اللقاء نعترف ان الاداره بناء الامبريلا او المظله الاساسيه بالنسبه للاتحاد المصري للسلاح هي الاساس، ان هي بتدي مساحات للعيبه وبتديهم فرص علشان تديهم اكبر قدر متاح لاثبات الذات، ودي برجع فيها طبعا الشكر للاستاذ عبد المنعم الحسيني، لان هو ما بيشتغلش يعني ما بيحاولش بقدر الامكان ان هو يشتغل بالقطعه مع اللعيبه، بيدي فرصه علشان اللاعب يكتسب الثقه لازم اديله فتره زمنيه، وانا علشان اديله فرصه كامله لازم اديله فرصه كامله، وعشان يعني مش من بطوله باخفاق خلاص انت اوت بالظبط حقيقي. ففي فرق كبير قوي، الالعاب الفرديه النزاليه دي الضغط النفسي زي ما اتكلمنا في البدايه بيأثر على ادائي. تنتقي اللعيبه ازاي؟ الانتقاء احنا بنشتغل طبعا في بطولات تحت 11 سنه فاحنا شغالين طبعا بصفتي استاذ دكتور جامعي، فطبيعي بيكون انا عندي بشتغل على التطور الطبيعي للنمو، فمرحلة من 6 سنين ل9 سنين دي مرحلة التوافقات والجهاز العصبي. فبنشتغل بناخد بنحاول 6 سنين أو 7 سنين ده البداية، من 6 ل9 بشتغل على الجهاز العصبي وتوافقات، من 9 ل13 بشتغل دي مرحلة التعلم السريع. الفترة دي الناشئ بيتعلم بشكل التانك المعرفة بتاعه بيكون مستعد ان هو يتملى، وبالتالي بناخد من 6 سنين عشان نديهم التوافقات البسيطه، من 9 ل13 بنعلمهم كم مهارات، من 13 ل15 نديهم المهارات المركبه، من 15 ل17 نبدا نتعامل مع القدرات العقليه وعلمهم بقى ازاي يعمل خطه وازاي يوقع اللي قصاده وازاي يعمل خداع وازاي يعمل مناوره ولو اتقفلت عليه حاجه معينه ازاي يعمل البديل. وبالتالي السلاح فيه عنصر مفاجاه؟ طبعا هو الملعب متقسم لخمس اجزاء، الطول بتاع الملعب 14 متر، العرض بتاعه من متر ونص لمترين، في المنطقه المتوسطه المنتصف دي حوالي 4 متر، دي بتكون دايما اللمسات فيها لمسات المفاجاه، اللي هو اول ما الحكم يقول بري مستعد ابدا، ممكن مع ابدا دي اللاعب يعمل اداء مهاري سريع. لو بدات انا ارجع لورا يحصل عليا ضغط ورحت انا في الجزء الخاص الخلفي بتاعي يبقى انا كده شغال على التكتيك بقى، يبقى انا كده رايح كونتر اتاك هجوم مضاد، والراجل ده رايح يعمل ايه اتاك، عشان يجيب فيها لمسه اتاك لازم يبقى عنده خط اداء منظم، ولازم عشان انا اعمل كونتر اتاك وهكذا. فبالتالي حتى اماكن الملعب كل مكان له
متطلبات معينة. دي من ضمن المعرفة اللي الناشئ بياخدها برضه. طيب مودي، عايزة أسألك، يعني الفردي أسهل بالنسبة لك ولا الجماعي؟ لا طبعا، هو البطولتين يعني كل بطوله وليها صعوبتها. الفردي انت على المستوى الشخصي بتحب ايه؟ اقول لحضرتك انا في الفردي ده بيرجع للشخصيه لا طبعا في الفردي انت بتلعب باسمك، تبقى شايل همك انت بس. لكن في الجماعي او الفرق انت بتلعب باسم مصر، فما فيش هزار في الكلام ده. فانت لازم تموت نفسك وتجيب اخرك فعلا عشان تكسب، عشان انت بتلعب باسم مصر. بس سمات الشخصيه مختلفه. يعني خليني اتكلم معاك وابقى واضحه اكتر من كده. ممكن واحد يبقى شايل مسؤوليه قوي، هو لاعب منتخب مصر، بس في الجماعي ما بيبقاش عارف ان ممكن الغلطه تضيع فريق كامل. فهل حاجه زي دي بتحصل ممكن؟ لا احنا الحمد لله كلنا يعني بنتحفظ لا بيشجع دايما في معد نفسي في الفريق، وبيشجعنا دايما وبيدينا يعني زي تعليمات كده ازاي نتعامل في المواقف اللي زي دي، وازاي نفصل بطوله الفردي عن بطوله الفرق. والحمد لله احنا بنعرف دلوقتي نعرف نتعامل مع البطولات الفردي الفرق بشكل كويس يعني. طيب عمرو، انت بالنسبه لك يعني بتبقى شايل هم الفرق اكتر؟ الفرق، عشان زي ما قال احنا يعني انا لو خسرت او لو يعني خسرت لمسات معينه انا بخسر فرقه مش بخسر نفسي. زمايلك طبعا بالظبط. يعني انا في الفردي انا حتى لو خسرت انا ممكن اخسر واعوض في متسع من الوقت. لو حصل اخفاق بيبقى فيه لوم بالزبط. من باقي الفريق ولا لا الموضوع منتهي؟ جميله الروح دي. مفيش كلنا شايلين بعض، كلنا حتى لو حد غلط حد هيعوض يعني. حتى لو بيبقى طعمها وحش بيبقى طعمها بس بقينا احنا في المكسب الكل بيفرح. لكن في الهزيمه يعني لازم برضو كلنا بنبقى ايد واحده برضو. المستويات العاليه لازم نبقى كلنا ايد واحده يعني. طيب انا عايزه اعرف كل واحد امنيته ايه في السلاح. انا نفسي طبعا احقق ميداليه ذهبيه في الاولمبياد، ان ده طبعا حلم وطموح اي رياضي بيلعب اي رياضه بقى، سواء كانت فرديه او جماعيه. وعشان طبعا نوصل للحلم ده لازم نكثف التدريبات بقى، ونكون فعلا اهم حاجه ان احنا نصدق ان احنا نقدر نوصل لده. ولما نصدق هنوصل ان شاء الله. ان شاء الله. عمرو، انا نفسي بصراحه نفسي اجيب ميداليه في باريس الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. باريس الجايه اول هدف، وبعدين بعديه بقى نشوف. ان شاء الله تحققوا كل احلامكم. كابتن سيد لسه مكمل معانا طبعا، معانا نجوم هيكونوا متواجدين معانا بعد الفاصل. محمد محمود ياسين، بلاش مودي بقى عشان الناس شرفتني ونورتني. شكرا. عمرو خالد شرفتني ونورتني. عشان خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنستقبل نجوم ايضا من منتخب السلاح، وكابتن سيد لسه متواجد معايا. بعد الفاصل ابقوا معانا. شكرتنا مع حضراتكم، واكيد مبسوطين النهارده بابطالنا في السلاح، ابطال منتخب مصر للسلاح. دكتور سيد سامي المدير الفني لمنتخب مصر السلاح كمل معنا طبعا من الفقره اللي فاتت، وبيقولوا ابن الوز عوام، هو طلع مبارز ومبارز شاطر وبطل عالم، وان شاء الله في باريس يقدروا يعملوا حاجات كتير جدا. معايا النهارده اثنين من ابطال منتخب السلاح، محمد سيد واحمد سيد. صح، محمود السيد. الاثنين ولاد دكتور سيد، والاثنين ابطال في الحقيقه، ابطال العالم، مشرفيني ومنورنا النهارده. محمد اول او مصنف الاول على العالم، صح كده؟ محمد على فكره هو اللي كان في الفيديو بيتعرض، بس هو كان مطول شعره، عشان انتوا لو بصيتوا في الفيديو هو جاي النهارده حالق وكان كربوش كده. ايه اخبار يعني، ليه الحلقه وليه لوك جديد ده؟ انا خلاص بقى السيزون اللي فات كله خلص بقى بالبطوله دي، قلت ابتدي بقى ايه جديد بشكل جديد. طب واخباره ايه، بدايته ايه كده؟ لا بدايته حلوه اهي. حلو ان شاء الله يكمل حلو ان شاء الله. طيب محمد، خليني ابتدي مع محمد. كلمني عن البطوله الاخيره، واكيد مشوار طويل مشيته عشان تبقى المصنف الاول على العالم. هو البطوله دي اول بطوله في الموسم بعد اولمبياد طوكيو. دي اول بطوله كاس عالم 20 سنه ليا بعد الموسم اللي فات. طبعا بعد نهايه الموسم اللي فات احنا استعدينا للموسم ده استعداد مميز. بدات على طول مع مدربين التغذيه والمدربين البدني بتوعي والمدير الفني السلاح، حطينا الخطه بتاعتنا ومشينا عليها الحمد لله، ودخلنا البطوله دي كنا مستعدين وكنا في كامل قوتنا، والحمد لله قدرنا نحصد الميداليه الذهبيه يعني زي ما كنا متوقعين الحمد لله. محمود اصغر في السن. محمود اصغر بسنتين. بسنتين. طيب
كلمني عن يعني ليه السلاح، وعارفه ان انتوا اخوكم الكبير كمان بيلعب بطل. سلاح برضو بطل ما شاء الله عليه، عشان بابا وماما مدربين الاثنين فالعيله كلها سلاح. حتى في البيت بيبقى حواركم عن السلاح وكده ما تغيروش؟ تشجعوا كوره ولا بتعملوا ايه؟ طبعا كل الكلام عن السلاح. طيب يعني انت مشيت في نفس المسيره، يعني اخواتك الاثنين بيلعبوا سلاح، فانت حبيتها منهم ولا انت حبيتها لان البيت كله بيتكلم عن السلاح وكمان بابا وماما الاثنين مدربين؟ يعني الاثنين، عشان بابا وماما مدربين، وعشان احمد بطل عالم ما شاء الله، ومحمد لعب اولمبياد طوكيو، وان شاء الله العب معاهم في باريس احنا الثلاثه ان شاء الله. قول لي يعني البطوله الاخيره ومشاركتك فيها، كلمني عنها. في الفردي لعبت كويس، كسبت 5 ماتشات في البولا ما شاء الله. وفي التابلو طلعت من دور ال 16، كسبت كنت باي 128، وفي دور ال 64 كسبت لعيب من اسرائيل، وفي ال 32 كسبت لاعب من كسبت لاعب من روسيا، وفي ال 16 طلعت من الاول على التابلو 15-9 ما شاء الله. بس برضو كسبت ابطال يعني. دي تعتبر نتيجه كويسه. محمود طلع من دور ال 16. دور ال 16 ده كان مثلا انا لما عملت دور 16 السنه اللي فاتت كان يعتبر انجاز طبعا، بس علشان بقى لا احنا طموحنا كبر يعني، احنا معاكم طموحنا عمال يكبر كل ما بنعدي دور وبنعدي دور، لا احنا بقينا عينين على الميداليه عايزين نشوف صدرنا بيلمع كده ما شاء الله على طول. ومن ضمن الحاجات موضوع 16 السنه اللي فاتت واحنا في بطوله العالم، احنا جايبين فضه وبرونز في بطوله العالم، يعني عندنا بطلين وكنا ماشيين زعلانين ان الذهب ضاعت مننا. فيعني انا فاكر ان كان في حديث مع رئيس الاتحاد فبيقول لي بيقول لنا الجهاز الفني افرحوا. هو احنا اي نعم زعلانين الذهب ضاعت، لكن احنا جبنا ميداليات طبعا من كتر ما احنا خلاص احنا وصلنا لمرحله طموحاتنا عاليه قوي، فبقينا نزعل على الذهب. لكن طبعا احنا دلوقتي الطموح توب 16، محمود 17 سنه لسه توب 16 في 20 سنه ما شاء الله، يعني عنصر عنصر يعني يفرح يعني الحمد لله. طيب انا عايزه اكلمك، يعني عندي كلام كتير جدا اكلمه عن السلاح، ولكن انا عايزه اتكلم في نقطه ثانيه خالص. تتعامل معاهم ازاي؟ يعني هم ولادك وانت المدير الفني ولازم يعني، هل انت بتشد عليهم اكتر من اللعيبه الثانيه؟ الحقيقه يعني هم تقريبا هم مش لاقيين في التدريب طبعا يعني في طبعا ما بين الشده والفريندلي كده اصدقاء كفاميلي لكل التيم، بس انت طول الوقت معاهم. لكن في البيت يعني اللعيبه الثانيه بتروح البيت فبترتاح شويه من اللي بيحصل. بتلاقي بابا في البيت، لكن هم بيلاقوا يعني المدير الفني برضه التمرين، مدرب في التمرين ومدرب في البيت. بصي ده حاجه ازاي يعني، ضحكه لئيمه دي. ما بريحش بالسلاح، بيقول لك ما بريحش بالسلاح حتى وانت في البيت صح؟ بس هم يعني الحمد لله يعني هم خلاص عرفوا بقوا يترجموا دلوقتي ان الشده دي او القلق ان انا غيران عليهم، يعني عايزهم يبقوا كويسين وعايزهم يظبطوا نفسهم، فبقوا دلوقتي بيستحملوني يعني لازم. بصراحه بقوا بيستحملوني دلوقتي وهم يعني ممكن مصلحه بالظبط، هم ممكن هم اللي يعبروا اكتر مني يعني احساسهم ومشاعرهم ايه. انا هرجع اسالهم في مشاعرهم، كان في نظرات مريبه كده بس هرجع لها دلوقتي. دكتور سيد عايز اسالك، يعني الفرق بين البطولات اللي اتلعبت بره واللي نظمتها مصر يعني شفتها ازاي؟ بصراحه احنا بنقول يعني الاجراءات الاحترازيه طبعا في فرق كبير جدا لصالح بلدنا. طبعا كان السوشيال ديستانس، مسافات التباعد الاجتماعي، الفولنتير واهتمامهم بموضوع الكمامه، التنظيم بشكل عام. احنا عملنا بطوله عالم سلاح بدون مبالغه بصراحه، يعني كانت معموله في حوالي 4 صالات في استاد القاهره، 3 صالات والصاله الرئيسيه، كأننا كنا في دوره العاب اولمبيه. مستوى عالي جدا. في بطوله اللي بينظمها مجموعه مؤسسات، يعني بطوله اللي بتنظمها رعايه الدوله. فشايفه قوه التنظيم. طبعا البطولات اللي احنا بنسافرها بره بتبقى طبعا بنقول عليها ان هي فقيره في الامكانيات، فقيره في الموضوع التباعد الاجتماعي، الاجراءات الاحترازيه. فحقيقي لا مصر ما شاء الله يعني في موضوع تنظيم بقى عندنا خبرات متراكمه كبيره جدا جدا، وفعلا دوت اللي هو بنقول عليه دلوقتي احنا بقينا
عندنا الرياده في موضوع التنظيم البطولات الدوليه. قادرين، احنا نظمنا في اصعب الاوقات فقادرين دلوقتي. عندنا الكوادر، عندنا الكوادر وعندنا الرولز وعندنا زي ما بيقولوا الكتالوج ان احنا ننظم بطولات دوليه. لا طبعا احنا عندنا الموضوع مختلف جدا لصالحنا يعني. طيب خليني ارجع لمحمد مره ثانيه. محمد عايز اسالك عن طوكيو، ولا خلينا نتكلم عن الميداليه الاخيره ومشوارها. كلمني عن مشوار البطوله. هو مشوار البطوله كان احنا بعد كان قبل البطوله دي باسبوعين كان عندي كاس عالم كبار، كنت انا توب، انا من توب 16 في الكبار، فما بلعبش اول يومين، بدخل على طول على النهائيات. ففي البطوله دي ما توفقتش خالص، ما كانش مستوايا، خسرت من اول ماتش، مستوايا ما كانش عاجبني. كانت في سويسرا. وكان عندي كاس عالم 20 سنه بعديها بايام، بعديها باسبوع اللي هي اوزبكستان دي. بعد ما رجعت على طول اتناقشت مع المدرب البدني بتاعي ومدرب التغذيه والمدير الفني عن نحلل الماتشات اللي حصلت ونحلل نشوف ايه الاخطاء اللي ادت للمستوى ده. قدرنا الحمد لله نحط ايدينا على كل العيوب ونقدر نعدلها، ورحنا البطوله دي جاهزين بقوتنا. اي نعم كان في شويه عقبات في البطوله دي، مثلا ان انا كنت تعبان شويه وانا بلعب او السفر كان مرهق او حاجات، بس الحمد لله احنا قدرنا نفضل على الخطه اللي احنا ماشيين عليها وقدرنا نحصد الذهب الحمد لله، بما ان البطوله كانت كان فيها لعيبه اقوياء جدا. فرق بين البطوله دي والبطوله دي كان قد ايه؟ حوالي اسبوع وثلاث ايام مثلا. ازاي اسبوع وثلاث ايام قدرت ان انت تقف على الحاجات اللي حصلت؟ وايه هو ايه اصلا يعني، هل مثلا يعني كان في مشكله بدنيه؟ كان يعني كانت المشكله اصلا ما تلحقش اسبوع وثلاث ايام يعني 10 ايام. ايه اسبوع وثلاث ايام دي؟ 10 ايام. اعتقد انا مثلا انا كمحمد بقول ان النقطه الاكثر كانت نقطه مع دكتور المنتل. أوكي. كانت ترتيب دماغ شوية. بعد الأولمبياد كنت أنا كمان كان عندي ثانوية عامة. فكنت مأجل الامتحانات دول تاني. يعني كنت مثلا ممكن كنت بتفكر في كذا حاجة في نفس التوقيت. هو أنا يعني الناس كلها خلصت الأولمبياد وارتاحت. أنا خلصت الأولمبياد وما كان عندي شهر امتحانات، فما كانش فيه راحة. فكانت البطولة دي كمان بعديها بشهر، كانت ممكن دماغي لسه ما فصلتش، ما رجعتش تاني بقوتي الذهنيه تاني. اللي قدر يظبط الحته دي قوي معايا دكتور المنتل الخاص بتاعي. قعدنا ورتبنا دماغنا. قدر يخرجك من المرحله دي، قدر يخرجني من المرحله ونظبط تاني، نرجع تاني محمد بتاع السيزون اللي فات ومحمد اللي كان قبل الاولمبياد. فانا بقول ان الحته دي كانت حته نفسيه بحت، يعني ان انا ارجع تاني ادخل في المود واركز، علشان برده كان كله بعد الاولمبياد لسه برده ما دخلش في الموسم اول بطوله. انا لسه مخلص اولمبياد، لسه عادي لو خسرت او كده، لكن الحمد لله قدرنا، كنا بنعمل سيشنز مكثفه وحتى ليله البطوله، والحمد لله قدرنا يعني ان احنا نظبط الدماغ قوي ان احنا نروح نجيب الدهب الحمد لله. اكيد تفاصيل كتير جدا هتكلم فيها، وفي الفصل هعرف منك اسم الدكتور عشان هبقى محتاجاه يعني. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم، ابقوا معانا. لسه مكملين كلامنا مع حضراتكم عن انجاز ابطالنا في منتخب السلاح. دكتور سيد، عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه مهمه. ازاي بتعد بطل او مشوار اعداد البطل انك تقدر توصله للمشاركه في الاولمبياد؟ احنا عايزين نخلي البطل بتاعنا عنده خبرات متراكمه. عايزين اللاعب بتاعنا يكون عنده زي ما قلنا في الاول ثقه بالنفس، عايزين يكون عنده المينتاليتي بتاعته ان هو يكون في اتجاه رايح في اتجاه الميداليه. لازم اللعيب يكون مصدق نفسه، لازم اللعيب يحس بالانتماء علشان يعرف ان هو على واقف على شايل المسؤوليه، واقف على الستريب بيلعب طبعا. هو لازم يكون في نوع من انواع الجديه. الموضوع له ابعاد كتير، جزء ظاهري وجزء هيدن مش باين، لكن الاستاف كله، الجهاز الفني والجهاز المعاون بيكونوا راصدين ده بالظبط وعارفين اللاعب دلوقتي وصل للمستوى ده، والخطوه اللي جايه هيوصل لغايه ما بنوصله للتوب فورم. اللاعب بيبدا في المجال المستوى المحلي، وبعد ما بيتميز اول خطوه بيروح للقاري ممثله في قاره افريقيا. المتميز في القاري، عندنا بعد كده الاعلى من القاري الاقليمي
اللي هو البحر المتوسط، لان الاقليمي مشارك فيه ما بنقول مثلث الرعب زمان اللي هو احنا دلوقتي ما بقاش مثلث رعب بالنسبه لنا، عندنا فرنسا وعندنا اسبانيا وعندنا ايطاليا في بطولات البحر المتوسط. بعد كده بطولات العالم، بعد بطولات العالم اولمبيكس، فانا عندي هرم خمس مستويات، محلي وقاري واقليمي وعالمي واولمبي. اللاعب بيروح فين بقى في الموضوع دوت؟ طبيعي طول ما هو ماشي في الطريق ده هو ماشي في طريق الخبرات التراكميه. التانك بتاعه بيبقى مليان حاجتين اتنين، خبرات للتعامل مع المنافسات وخبرات لتحمل الضغوط. اكيد، لان في لعيب بيكون محلي هنا مستوى عالي جدا مهاريا ما يتحملش ضغوطات ويقولوا ده لاعب محلي، لكن لما يطلع بره بنلاقي بقى شخص تاني لان هو مش قادر يتعامل مع الضغوط الضغوط الدوليه، البطولات الدوليه الستريس بتاع البطولات الكبيره. بالظبط كده، وهي دي الخطه اوريدي، ان احنا بنعمل عمليه تصعيد للاعبين ونديهم الخبرات دي بشكل مقنن لغايه ما بيقولوا ان احنا هم جاهزين بقى للايه، ان هم يبقوا في الصف الاول للدفاع عن اسم مصر يعني. طيب خلينا نروح لمحمود، بعد الانجاز الاخير اللي انت حققته في بطوله العالم باوزبكستان بتحلم بايه؟ عندنا في شهر 4 بطولة العالم نفسي اجيب فيها ده بتاعت 17 سنة ان شاء الله، وفي الحلم على المدى البعيد بقى مع محمد واحمد في باريس 2024 ان شاء الله، ان شاء الله نجيب ده. اكيد بتشتغل عليه من دلوقتي. اكيد ان شاء الله. محمد نفسي اكمل في التمرين وفي البطولات، احقق نفس الانجازات، اكمل على نفس النهج اللي انا ماشي عليه ان شاء الله، ونفسي اسيب السلاح وانا سايب اسمي فيه يعني من ذهب ان شاء الله. كنت قريب في طوكيو قوي. كنت قريب في طوكيو قوي بس الحمد لله دايما ربنا شايل الاحسن يعني. توعدنا ان شاء الله ان يعني اوعد حضرتك اني اتنيني ببذل اكتر حاجه عندي في التمرين وافضل مركز وان شاء الله ربنا يكرمك. ان شاء الله ربنا يدي لك اللي تتمناه. اكيد التعب يعني اللي بيتعب اكيد بيلاقي. دكتور سيد اخيرا بتحلم بايه لاولادك واللي كانوا موجودين من شويه؟ اولادك انت بتقولي كلهم ولاد. حقيقي حقيقي. تحلم لهم بايه؟ بحلم نرفع علم مصر باذن الله في دهب باريس يا رب. ان شاء الله ده حلم بجد، حلم حلم وان شاء الله ربنا هيحققه لنا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله بالتعب وبالمجهود وبالاصرار والعزيمه اللي انا شايفاها النهارده ان شاء الله كل حاجه قريبه، مفيش حاجه بعيده. انا بشكركم، شرفتوني نورتوني دكتور سيد سامي مدير الفني لمنتخب السلاح، بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. محمد سيد لاعب منتخب مصر السلاح بشكرك. محمود سيد لاعب منتخب مصر السلاح بشكرك. عشان هي بشكركم على المتابعه. في الحقيقه حلقه كان فيها ايجابيات كتير، النهارده ضيوفي كلهم كانوا ابطال وابطال من ذهب، كل التوفيق ليهم ان شاء الله وقادرين في باريس ان احنا نحقق افضل من كده بكتير. اشوفكم على خير ان شاء الله، حلقه جديده من ملاعب الابطال، الى اللقاء.